السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله في أحسن الأحوال. اليوم البنات جيت نحضر معكم واحد الوصفة سريعة التحضير كوجبة عشاء. المهم البنات شوفوا معايا كيفاش كتجي بطاطا معمرة بالكفتة، كيفاش كتجي وسريعة في التحضير. نتمنى تجربوها البنات وتعجبكم، وما تنسوش تدعموني بلايك، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناة تشترك. وكنشكركم بزاف البنات على الكومنتيرات الزوينين اللي كتخليو لي، وشكرا بزاف لكم على الدعم. نبداو في طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجو 5 د البطاطات متوسطه الحجم على حسب الحجم اللي متوفر، كانوا كبارات ديروا 3، كانوا صغارات 5 انا اللي درت. 3 د البيضات، واحد الفلفله حمراء واحد الفلفله خضراء، الكفته على حسب اللي متوفر، جبن مبشور، جوج بصلات، واحد الراس ديال الثومه، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وسكينجبير والخرقوم وابزار والملحه وشويه نتاع زعفران. الا بغيتو زعفران تقدروا ديروه، ما بغيتوش ماشي مشكل. نديرو بطاطا ديالنا تسلق على حسب، انا درتها هكا كامله، اللي بغى يقطعها ماشي مشكل، من الاحسن ديروها هكا. خليوها حتى تطيب، ندوز ونطحنو البصله على حسب بغيتي تشلضوها او تطحنوها ماشي مشكل، انا من الاحسن تكون مطحونه باش كتجي زوينه مع الكفته. نديرو شويه الزيت في المقله ونشحروا البصله، غير شويه د الزيت باش نشحروا فيها البصله، ما نديروش بزاف. نزيدوا عليها البصله، خليوها تشحر، كذلك الفلفل نفس الشيء، غادي نطحنوه او مقطع ماشي مشكل، ولكن خصو المقطع يكون مقطع رقيق عفوا باش يجي مع الكفتة. المهم الأحسن يكون مطحون. نزيدوه على البصلة من بعد ما تشحرت شوية، خليوهم يتشحروا مزيان، عاد باش نزيدو عليهم الكفته. بعد ما تشحروا مزيان نزيدو عليهم الكفته، ونزيدو نحكو عليه داك الراس ديال الثومه. على حسب الرغبه اللي بغى يدير الثومه جوج دروس، او على حسب الرغبه اللي كتعجبو الثومه باينه، انا درت غير واحد. صافي نخليو تشحر الكفته مزيان مع هذيك الخضره، خاصها تكون العافيه مجهده باش الكفته ما تطلق ليناش الماء. صافي نزيدو عليها القزبر والمعدنوس، نزيدو باقي التوابل، نحركو مزيان ونخليوها تشحر.
من الاحسن البنات تكون في هذه المرحله تكون العافيه مجهده باش ما تطلق لناش الماء الكفته، حتى تبدا طيب مزيان يتشحروا عاد تماك تقدري تنقصي. من بعد ما تشحرات البنات شوفوا كيفاش كتجي صافي، نطفيو لها العافيه ونخليوها تبرد على من ندوزو نشوفو البطاطا واش تسلقات. ها هي البطاطا ديالنا تسلقات ومازال عاد سخونه، نمعسوها باش تسهل لنا باش تجينا سهله من نكونو كنمعسو. من الاحسن الا كانت بردات راه ما كتمعسش دغيا. صافي من بعد ما معسناها نزيدو عليها الفرماج نخليو شويه ديال الفرماج باش نديروه فوقها ملي يطيب. نخلطو مزيان نزيدو البيض نخلطوها مزيان مع البيض بعد ما خلطناها شوفوا كيفاش كتجي، كتجي كريميه. نديرو المقلاه تسخن ونديرو فيها شويه نتاع الزيت، خصها المقلاه ضروري تكون ما كتلصقش. غير شويه الزيت ماشي بزاف. بحال هاد الطريقه نديرو لها بالشيتا بحال ندهنو المقله وصافي. نضيفو نفس الكميه ديال البطاطا غير نصف وصافي. عفوا البنات نسيت ما صورتش ملي كنت كندير الملحه في البطاطا، ضروري خصكو ديروا لها شويه الملحه على حسب الرغبه. واحد الحاجه مهمه خصها تكون ضروري فوق العافيه، ما نديروش في الزيت بارده، خصها تكون سخونه. نزيدو الكفته نديرو فوقها الكفته نزيدو العافيه. صافي نسرحو مزيان عاد نضيفو الكميه الثانيه اللي خلينا نتاع البطاطا. نسرحوها مزيان ونخليوها تطيب، نديرو فوقها شي مغطى حتى تطيب مزيان. من بعد ما طابت البنات قلبتها وضفت عليها الفرماج على حسب اللي بغى يضيف عليها الفرماج يضيف، اللي ما بغاش ماشي مشكل، كتجي زوينه حتى هكا. انا درت فوقها الفرماج غير في المقله، اللي بغى يديرو في الفران يتحمر شويه ماشي مشكل كيجي زوين. نخليه حتى يذوب الفرماج ديالنا نردو عليه المغطى. من بعد ما ذاب البنات شوفوا كيفاش كيجي، نحطوها في صحن التقديم. صراحة كتجي زوينة البنات
وهو الشكل ديالها النهائي. اتمنى تجربوها ان شاء الله. نقطعو منها واحد الطريف وشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي عامرة، ونتمنى البنات تجربوها ان شاء الله. واللي مازال ما اشترك معايا في القناة نتمنى يشترك، وما تنساوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.